توفير كادر تعليمي أكاديمي متخصص. وطلب المحتجون بسرعة إخراج معامل ورش السيارات الكائنة تحت سكن الطلبة وفتح أقسام جديدة تستوعب المخرجات التعليمية بالمحافظة. سبب وقوفي مع الطلاب أنها ليست المرة الأولى التي نطالب فيها بإخراج الورش من تحت مساكن الطلاب، وفي كل مرة يتم إعطائنا وعد. وعندما جاء السيد رئيس الجامعة والسيد نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب والشؤون الأكاديمية، قابلوا السلطة المحلية واتفقوا اتفاق صريح على إخراج الورش من تحت مساكن الطلاب بما تسببه من إزعاج في الأصوات وما تسببه من روائح تسبب لهم حالات ربو وحالات اختناق وحالات إغماء بسبب لأن لدى بعضهم أمراض ربو حساسية في الصدر. إلى الآن لم يتم من هذا شيء.